فاندرباخت وكذلك روبين طلبها على الجهة اليمنى. روبين عنده الكرة، هارين روبين يوصلها مباشرة لمدافع جانمات. جانمات والتوزيعة ممتازة بالرأس، بابا جول، جول روبين فون بيرسي، يسجل هدف 20 مع المنتخب الهولندي بالرأس. لم يضرب الكرة كما ينبغي بالرأس، ومع ذلك تمكن من تسجيل هدف 20 والهدف التاسع في المباريات التصفوية لحد الآن بمعدل أكثر من هدف في كل مباريات في كل مباراة. التوزيعة كانت رائعة من المدافع داني جانمات. ستشاهدون بأن فان بيرسي لم يضرب الكرة كما ينبغي. واو، باغتت الحارس كرة مثل هذه وافتتح مجال التسجيل في الزاوية اليسرى من مرمى الحارس أدم بوغدان. هدف سيعقد من أمور. يلعب مباشرة مع رفيقه تروتمان، هاي الكرة هذه محاولة التوغل، والدفاع بصعوبة ما زالت الخطورة. لونس عنده الكرة يطلبها روبين، با 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 جول، جول كيفن ستروتمان، يسجل هدفه الثالث مع منتخب هولندا بالراس. وكأن الهولنديين يتدربون على الكرات الأرضية والضرب بالراس. هدف ثاني من أروع ما يكون. ستروتمان وكأنه يقول لروبن فان بيرسي، ليس أنت فقط من يتقن التسجيل بالرأس، أنا كذلك أتقن التسجيل وبالكيفية الرائعة جدا. أمام الهولنديين عندما تخطئ تدفع الثمن، خطأ في المتابعة والمراقبة والانتباه. شوف كيف دخل عناصر المنتخب الهولندي، ثلاث لاعبين كانوا قرب من الكرة. هو اللاعب ستروتمان بالرأس في القائمة الثانية تمكن من منح هولندا التفوق بهدفين مقابل صفر بعد 25 دقيقة لعب. بالرأس ستروتمان سجل بنفس الكيفية التي كادت توصل هذه الكرة والتغطية الدفاعية. فان دير بيخت وصل على أريان روبن، أريان روبن، 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 روبن يرجع مرة ثانية. التسديدة رائعة والثالث، نعم جول الثالث من جيرمان لونس لصالح المنتخب الهولندي. التمريرة كم كانت رائعة يا دون طرح أي سؤال من جانب المنتخب الهولندي الذي يبهرنا في هذه الأمسية، أو بالأحرى يؤكد الإبهار الذي صنعه في التصفيات لحد الآن أمام منتخبات كانت تبدو قوية وتصعب من مهمته، ولكن لا شيء يصعب من مهمة ستروتمان. مسجل هدف ثاني وصاحب التمريرة، تمريرة الهدف الثالث. ألا تشوف المكان اللي موجود فيه روبن، وانطلق جيرمان لونس سريع جدا، راح جيرمان لونس زاد في السرعة، جيرمان لونس زاد من لونس يزيد في السرعة، انطلق جيرمان لونس عنده الكرة، هاي المراوغة من جيرمان لونس، كاد يسقط المدافع، روبن يتوغل، هاي الكرة با 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 جول الرابع، الرابع هدف في منتهى الروعة. جيرمان لونس انطلق من هناك، الهدف رقم 21 للاعب فان بيرسي مع منتخب بلاده. اليوم منتخب هولندا يبدع ويتألق ويضرب بالرباعية أمام منتخب المجر. يا له من جيرمان لونس، توغل وانطلق وراوغ ومرر وكان الهدف. لقطة ممتازة جدا سريعة في وقت كنت أقول لكم انتبهوا منتخب هولندا ماذا يفعل عندما تكون الكرة عند الخصم، كيف يسترجعها بالسرعة الفائقة وكيف يقطع. وعدمة الانطلاقة من لونس، شوف بقى صامد أمام عودة المدافع وبقى يزيد يواصل صراعه وصموده. المراوغة والتمريرة بالعقب ممتازة جدا، روبن فان بيرسي أو روبن أريان روبن حطها لروبن فان بيرسي، الرابع لمنتخب هولندا ثنائية من فان بيرسي. شوف الإعادة مرة ثانية، طبعا غير متعمدة ولكن اتجاه الكرة تغير، لمسة يد في تنفيذها نفس اللاعب بلاش توزاك صاحب 13 هدف مع منتخب بلاده. توزاك براو يسجل الكرة في جهة والحارس في جهة، بلاش توزاك يفتح مجال التسجيل لصالح المنتخب المجري. 4-1 صارت النتيجة. الخطأ ارتكبه بروما الذي كنا نشاهد منذ حين، قلت بأن منبرة لصالح جيرمان لونس ليتمكن منها، يوصلها على الجهه اليسرى وانطلق من فان دير باخت. فان دير باخت عنده الكره، التوزيعه في القائمه الثانيه ممتازه لاري روبين، با 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 فان بيرسي لا يضيع، الثلاثيه لفان بيرسي والخامس لمنتخب هولندا. لوجه لا يضيع، شوف الاعاده مره ثانيه والتمريره كم كانت رائعه من طرف اللاعب كيفن ستروتمان. ثلاث اهداف من كيفن ستروتمان، خلاها تنزل كما ينبغي، حطها وسددها على يسار الحارس. الثلاثية لفان بيرسي، الخماسية لمنتخب هولندا أمام المجر. 5-1 النتيجة. ليبلين لا يضيع كرات كثيرة، عناصر المنتخب الهولندي إلا بعد أن تنتهي هكذا في هجمة. جيرمان لونس بيسرى يوزعها، هيلو أوبا بابا رغا، السادس السادس لصالح المنتخب الهولندي هذه المرة. زيلان ديفيتش في اللاعب أيوس، واو
شوف الإعادة مرة ثانية حب يخرجها طبعا للركنية وحدك وحدك يا بلال. صارت النتيجة الآن 6 أهداف مقابل هدف واحد لصالح المنتخب الهولندي. لاعب الاحتياطي ديفي أرين روبن لا أدري كان يشكره أو كذلك ديونغ في تنفيذ هذه المخالفة. فاندرفاخت هدف سابع لفاندرفاخت، هدف سابع لمنتخب هولندا. يعني بأنه هو وكيد عندهم نفس العدد من الأهداف، هو متفوق على فان بيرسي ومتفوق على أرين روبن. 24 هدف سجلها فاندرفاخت. واو ضربت في احد المدافعين وباغتت الحارس ادم بوغدان، قلت عنه في شوط الناقص من هولندا. الكره في المخالفه روبن، يا لها من ختام ويا لها من هدف بالفوز والتاهل. روبن حطها في الزاويه وكانها بيده بيصرها في الزاويه اليمنى، هدف من اروع ما شاهدنا. 8-1 صارت النتيجة لهولندا أمام المجر. واو.